السلام عليكم إخوان، صباح الخير عليكم. رمضان مبارك، أول نهار رمضان، أول نهار رمضان تبارك الله. كما وعدناكم هالفريشك تبارك الله، خمسة النجوم، الخير موجود تبارك الله، وأثمنة مناسبة. يعني الثمن ديال ديما ما كاينش شي طالع ثمن، شي ثمن طالع نهائيا. اول واحد يعلق هو ام يوسف حمال، عليكم السلام خويا. يا هلا سعيد الخفيفي، امين يا ربي. عواشركم مبروك الاخوان، رمضان كريم. تبارك الله، الخير موجود، الخير موجود. الشعوب حي تبارك الله، كاين الميان وكاين الغليظ. شوية البارطاجا الإخوان. القمرون بوفاس، بوفاس القمرون اليوم شوية اللي فيه، اللي كاين غنقول لكم تقريبا فيه شي 8 كيلو الغليظ، 110 درهم الكيلو، هي اللي كاينة فقط. يعني 5 دقائق مشات هذيك. كاين باجو شامة تبارك الله، حية بولبلاد، بولبلاد اللي مزيونة في واحد 3 درهم بين البارح واليوم، وغليظ تبارك الله. سوموار فيتور حي تبارك الله، كما كتشوفوا دمو على خدو، فريتور سونوار فريتور. شوية البارطاج. يونس سرقانة 45، روبيو 60، وشم 90. البارطاج الاخوان، شويه البارطاج. ميمي عزيز عليكم السلام خويا، تحياتي لك. حمزه الرجوي، ام يوسف حماد، امين يا ربي يعطيك خويا عزيز، خاي عزيز. محمد الفلالي، امين يا ربي. ام يوسف، رمضان مبارك، الصحه والعافيه للجميع. الله يدخل علينا، الله يكمل علينا بالصحه والعافيه ومغفره الذنوب يا ربي. فالنار بوفاس، بوفاس رمضان كريم. لحسن كومام، كوكان كوكام، عليكم السلام. عبد الرزاق طبيب، رمضان كريم على جميع المسلمين تبارك الله. الفريشك الجودة، الميرا البارح 55، هي 50 درهم. وحية فريتور، هنا كاين الروبيو غليظ تبارك الله ما شاء الله. هنا كاين جوج بياس ديال الروبيو، وسرقانة كبيرة في هذا الصندوق هذا، حي تبارك الله. كما كتشوفوا كاين غير الجودة. تبارك الله ما شاء الله. شوية البارطاجة الإخوان، باش نعطيكم الأثمنة ديال اليوم، بغيت نتسنى شوية باش يوصل اللايف 350 400، وأنا معكم أعطيكم الأثمنة ديال اليوم. شوية البارطاج. عبد الواحد محيب، أمين يا ربي. بوفاس قمرون غليظ، شي 8 كيلو ملي كاينة، 110 درهم الكيلو. أمو سهيب عليكم السلام أختي. السنطة حمرا كاينة، كاينة اليوم واحد الصندوق اللي كاين، الثمن ديالها 15 درهم الكيلو. هاهي كتبان لك حدا، المهم غنوصلها، غنجد عليها ضروري. عبد الواحد محيب، امين يا ربي. نوال المقدم، امين يا ربي. لحظتك اختي فاضيصه، فاضيصه تشيره فاضيصه. 40 درهم، جوج بياس كاين تما. بالنسبه للناس اللي باغي يعرفوا العنوان، راه كاين العنوان فيديو في الاول ديال الصفحه، اللي دخل الصفحه راه كاين عنوان فيديو
راه فيديو توضيحي اللي راه ما كاين في تشو حبيبه ترى هادي تبارك الله عليكم زوين كان ممتاز. الله يحفظك اختي حبيبه بصحتك اختي. هذا هي الشجاعه اللي كانت احنا ديما كنتسناو منكم تعطونا واحد تعليق زوين يعني باش نتشجعوا اكثر. احمد بتات مبروك باش خويا لحظك خويا احمد بتات بالتوحيد تصفوا حياتك. عليكم السلام مصطفى مصطفى صباح الخير. روعه صباح الخير وفقكم الله. عبد الله ابو ملك عواش المبروكه شويه تبارطاجات اخوان باش نعطيكم الاتمه ديال اليوم. أبي يقولي ما قصي شوية صداع لا شوية صداع 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 شوية هشام الوفي رمضان مبارك. خمسة نجوم دائما رضا في السنك طوال. نعم الثمن تما الثمن كاين 60 كاين 80 الكبيره عزلها 60 80 ورقه فيها 60 80 راه فيها الكبيره عزلها لوحد ما عزلتهاش كبيره سي احمد قد لك قصير طلع عندك مالك شي غيزلان بن أمر توصيل مراكش كاعتذر بالنسبة للتوصيل. مينا نينا تما القمرون أختي شوية اللي فيه ها هو أختي دابا شي 3 كيلو 110 درهم القمرون غليظ. ميد موجود الصول أنا هو رنجي مرحبا خويا الصول موجود اليوم الصول كاين بالنسبة للناس باغي الصول كاين الغليظ 75 وكاين الميان 60 درهم وكاين الصندية جراندية اليوم كبيرة كاع ديال البارح 50 درهم الكيلو شوفوا تبارك الله يعني راه يا سامع مريا ليا ايديها شوفوا تبارك الله فتي فتيحة في بلاصة التشيرة فاضيصة محمد الفلالي ريفريزو مازال خويا مازال بوفاس القبرو كاع ما كاين اصلا ما كاينش يعني راه حنا البارح الدبزه باش جبناه بعناه هنا بعناه الميان بعناه ب 80 درهم وغير 110 ما كاينش كاع يعني راه سبحان الله العظيم غادي تحرك ان شاء الله خصها تقاد المزرعه اصلا حركه عطيه مزرعه تقاد المزرعه ان شاء الله يوجد الخير ابو راجي صباح الخير خمسه النجوم نفس السؤال اخويا كيما قلت لك القمرون غالي ما كاينش يعني المارشي كامل كتدخلي على 15 صندوق ولا المارشي الكبير كتدخلي على البارك ولا جوج يعني راه واصلا القمرون فاضل بلا كولي الطلب بزاف داكشي علاش قليل وغالي بزاف. المونيم بونيت عليكم السلام خويا احمد بوشاله ليبريزو ليبريزو مازال خويا ميد كمال تازي رمضان مبارك. المهم الاخوان الله يوصل 400 مشاهده اعطيكم الاتمه ديال اليوم كاين بول برادع اللي تبارك الله غليظ تبارك الله 78 درهم الكيلو كاين البياس ديال كيلونس 2 كيلو اللي كتشوفوا تبارك الله حي 78 درهم الكيلو كاين باجو شامه ديال 2 كيلو 3 كيلو 95 درهم الكيلو 95 درهم الكيلو بريكا 65 درهم الكيلو غليظة وحية ديال لامبالاج يعني كنقول بريكا يعني ديال لامبالاج يعني ديال لامبالاج 65 درهم الكيلو واحد الصندوق اللي فيها اليوم واحد الصندوق 65 درهم الكيلو سول نوار في الدور حي 60 درهم الكيلو سول نوار حي 60 درهم الكيلو كاين روبيو غليظ 60 درهم الكيلو بياس ديال 3 كيلو البياس تجوج فيهم 6 كيلو تبارك الله 60 درهم الكيلو الروبيو غراندي وشم اولا فوميرو اولا الميرو 90 درهم الكيلو واحد البياسه غليظه اللي كاينه 90 درهم الكيلو سارقاله غليظه 45 درهم الكيلو ميرنا فريتور
500 فريتور 50 درهم للكيلو، 50 درهم للكيلو، سونوار فريتور 60 درهم للكيلو، كاين الرايا 25 درهم للكيلو، الرايا 25 درهم للكيلو، كاين ميرو مايان 85 درهم للكيلو، بياسة 2 كيلو 3 كيلو 85 درهم للكيلو، حي تبارك الله. كاين باجو رويال، باجو رويال 115 درهم للكيلو، باجو رويال 115 درهم للكيلو، سونوار غليظ 75 درهم للكيلو، 75 درهم للكيلو، سونوار غليظ 75. كاين باجو باغرا 80 درهم للكيلو، باجو باغرا 80 درهم للكيلو، الشرعو مايان حي تبارك الله ديال الخير كما كتشوفوا مقوس تبارك الله 65 درهم للكيلو، 65 درهم للكيلو، لالوت لالوت 55 درهم للكيلو، لالوت 55 درهم للكيلو، سانديا 50 درهم، سانديا غليظه تبارك الله 50 درهم للكيلو، غليظه تبارك الله، الشرعو غليظ 70 درهم للكيلو، الشرعو تبارك الله حي الاخوان، يعني الفريشك 70 درهم للكيلو، التيربو انا كاين واحد بيز ديال فوتيربو شي اخر كلشي تيربو 110 درهم للكيلو، تيربو 110 درهم للكيلو، فوسان بير غليظ ميطاليزي اولا سان بير ميطاليزي 30 درهم للكيلو، سان بير ميطاليزي 30 درهم للكيلو، الموستيل 47 درهم للكيلو، الموستيل حي تبارك الله 47 درهم للكيلو، الشيليا غليظه اولا السارمو غليظه هذه ماشي ديال الفليك ديال الباركو 50 درهم للكيلو، 50 درهم للكيلو، غاليت الغاليت غاليت 25 درهم للكيلو، غاليت 25 درهم للكيلو، السمطة غليظة 35 درهم البياسة، 35 درهم البياسة السمطة غليظة، وكاينة 25 ديك المهم أنا جاي نعطيكم تحت ليا كلشي، ميرنا كولا فيدي، ميرنا كولا فيدي نفس الثمن ديال ديما 45 درهم للكيلو، 45 درهم للكيلو، كاين سامبير مايان، سامبير مايان 50 درهم للكيلو تبارك الله حي. 50 درهم للكيلو، سان بير مايان 50 درهم للكيلو، السنور غليظ 55 درهم للكيلو، السنور غليظ 55 درهم للكيلو، الشوفريت اولا المعزه، الشوفريت اولا المعزه 35 درهم للكيلو، 35 درهم للكيلو، السيبيا غليظه والمايانا كما كتشوفوا عجبت لكم كاع من تحت، يعني السيبيا فريتور بسطيله اش ما بغيتو، 85 درهم للكيلو، 85 درهم للكيلو، لاباطيش غليظ، لاباطيش غليظ 30 درهم للكيلو، حي تبارك الله، بالنسبة للناس اللي كيقولوا الحوت غالي، اللي ما كيتفرجوش ديجا غيقولوا نفس الهضرة، اللي كيتفرجوا دائما راه عندهم نفس التعليق، الشوفريت غليظة 35 درهم للكيلو، الشوفريت غليظ تبارك الله 35 درهم للكيلو، الشوفريت 50 درهم، أو 35 تبارك الله جراندي. 35 درهم للكيلو نفس الثمن، لاباطيش مايان 27 درهم للكيلو، لاباطيش 27 درهم للكيلو، فوشامه 35 درهم للكيلو، فوشامه 35 درهم للكيلو، السمطه 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 هذه 25 درهم بياسه، 25 درهم بياسه، السمطه حمراء 15 درهم للكيلو، هذه 15 درهم للكيلو، السمطه حمراء تبارك الله 15 درهم للكيلو، هذه كلشي رائعه في الماكله. السمطه كاينه 80 كاينه 60 او محمد واحد الورقه كانت فيها 80 60 هذه ماشي 60 فيها 80 فيها 60 كاين سطه كبيره انا هنا كاين سطه تشيتشي كاين 80 درهم هي هذه صافي هاك الورقه راه كاينه 80 كاينه 60 راه عاد شكون حولها صافي صافي راه لا هذيك 40 درهم هذيك هنا كاينه 80 كاينه 60 الروبيو مقلى 20 درهم للكيلو 20 درهم للكيلو 20 درهم للكيلو على ثلاث ثمن قول لي شبه 40 درهم وقلت لك 40 درهم في الثمن راه هما اللي كيبدلوا اثمنه محمد هذه 40 درهم بياسه الروبيو 20 درهم للكيلو السمطه كاينه هذه 40 درهم كاينه هذه 25 وكاينه 35 اناناس ديال مقلى اولا الشوايع 20 درهم للكيلو الاناناس 20 درهم للكيلو السونوار 70 درهم للكيلو بلاتي 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 اش معايا الشرم 13 درهم للكيلو الشرم 13 درهم للكيلو شوية البارطاج الاخوان لالوت لالوت 25 درهم للكيلو فوسان بير مايان 25 درهم للكيلو 25 درهم للكيلو السنور 40 درهم للكيلو واحد البياسه اللي بقات هنا وكاين الروجي هذا 40 درهم للكيلو هذا
40 درهم للكيلو هادشي اللي عطاه لك اخوان. باقي الكوربين هو اللي باقي ان شاء الله يتقطع الثمن ديالو 85 درهم ديال الكيلو. هادشي اللي عطاه الله تبارك الله الاخوان خير بوجه. حط فران فريتو شويه بروشيت يعني كل شيء كاين. ميرنا راه فريتور واعر احسن فريتور في ميرنا واعر. عبد الكريم نيس عليكم السلام خويا الله يحفظك فاتحة. كما قلت بالنسبة للناس اللي باغي يعرفوا العنوان كاين العنوان بالفيديو في الاول الباج هشام كداني ما كرهناش خويا بالنسبة للكوموند ما نقدروش شويه البارطاج اخوان. تجاوي الكومونتيرات رجع هشام عبدو ايت خويا شحال ديال السيبيا خويا السيبيا منقيه 85 درهم الكيلو. ايمن حكيم امين يا ربي لا تقطع ايمن. أم سهيب رمضان مبارك أيوة عليك أختي إن شاء الله تلاقي إن شاء الله الحوت في أي وقت كاين ديال الحوت المحل بالنسبة للناس في أي وقت بغاو يجيو راه كاين الحوت من الحوت من العشرة حتى لستة العشية في هذا التوقيت ديال رمضان توقيت رمضان توقيت العمل من 6 الصباح من 10 الصباح حتى 6 العشية. مبارك المدنع واش مبروك الله يحفظك خويا علينا وعليك. ابراهيم الاثنين واش كتصيف الدار البيضاء بالنسبه للتوصيل مازال حابسين. حاتم ربيع عطينا التواصل النمره كاينه في الباج وكعطر الناس اللي غالبا تيتواصلوا معاه في واتساب اولا اللي كيدوزوا لي زابيل راه ما راه كنجاوبوا كنجاوبوا ولكن كاين شويه الضغط داكشي علاش. ادم بن دالي لاباطيش غليظ كاين كاين لاباطيش غليظ واش معايا واحد صدوق لاباطيش غليظ خرجوا ديك لاباطيش 45 دابا شكيو 3 كيلو 4 كيلو ها كاين لداخل نعيمة أم إسلام أمين يا ربي الله يحفظك علينا وعليك. آدم بن بالي ربي شغلت كاين. محمد أمنسور الكوربين شحال في الصنور الكوربين الثمن ديالو 85 درهم للكيلو. تسقيت الصنور واحد البياسة اللي كاينة كبيرة الثمن ديالها 65 درهم للكيلو. غزلان بن مازال أختي التوصيل مازال. أم يوسف حماد أنا الله يحفظك خويا أمو ياسف أمو يوسف حماد الله يحفظك أختي عفوا أنا عائلتي كلها تتاخذ من عندك وريت المحل وجودتك الله يحفظك أختي. سغيني دباب تحياتي لك خويا تحياتي الناس فاس. مرحبا اختي ام سهيب عبد المجيد لباز رمضان كريم على جميع المسلمين. وسيط عقاري مصطفى خويا تشيرا اكادير. احمد حمدان تحياتي خويا تحياتي الناس مكناس. سليمان سو الله يبارك فيك خويا. ابو محمد ياسير رمضان كريم الله يحفظك خويا. عزيز الوليده رمضان مبارك محمد. شويه البارطاج على الاخوان. مصطفى رمضان كريم على جميع المسلمين.
صيفط الحوت لخوك في المانيا ماكرهناش اخويا احمد بو مراوي موك سعيد خاتيم الله يبارك فيك خويا الله يحفظك فتيحة اختي الراية 25 درهم الكيلو الراية 25 درهم الكيلو ما عليش نقدر نجاوب كل شيء تعليق كيبان لي بزاف انا المهم تبارك الله كما قلت لكم الخير هو والوعد عاقلوا لكم دائما الفريشك دائما الجوده اثمنه مناسبه المهم اللي ما جاوبتوش يسمح لي الخير اللي عطى الله اليوم تبارك الله انتم شفتوا غنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.